بعد ما تعرفنا على احوال الطقس، تعالوا دلوقتي نشوف اسعار العملات واسعار الذهب. ايه زي ما قلت من شويه انه من ساعه ما البنك المركزي ثبت سعر الفايده هناك حاله ثبات بالنسبه لاسعار العملات بعد الارتفاع اللي احنا شفناه، اما اسعار الذهب فحصل فيها انخفاض عن الفتره اللي فاتت. تعالوا نبتدي باسعار العملات، وعايزه ابتدي بالدولار الامريكي اللي هو سجل الشراء 19 جنيه 42 قرش، اما البيع ف 19 جنيه 53 قرش. اليورو في انخفاض ملحوظ بالنسبة لليورو لأنه سجل للشراء 18 جنيه 82 قرش، أما البيع 18 جنيه 94 قرش. لو تتذكروا أن اليورو كان مقارب أو تقريبا نفس سعر الدولار، لكن حصل انخفاض لليورو ملحوظ. الجنيه الاسترليني أيضا حصل بعض الانخفاض، الشراء 21 جنيه و9 قروش، أما البيع ف 22 جنيه 22 قرش. الريال السعودي بعد الارتفاع ما زال عند الارتفاع، الشراء 5 جنيه و16 قرش، أما البيع ف 5 جنيه و19 قرش. الدينار الكويتي برضو ما زال بعد الارتفاع ما زال عند الارتفاع، الشراء 62 جنيه و59 قرش، أما البيع ف 63 جنيه و11 قرش. طيب ده بالنسبة للعملات. أسعار الذهب، أيوة حصل انخفاض أسعار الذهب عن الأمس، حصل بقدر معقول. عيار 18 سجل 969 جنيه، عيار 21، عيار 18 عالي لكن هنيجي عند الجنيه الذهب هنلاقيه انخفض. عيار 21 1130 جنيه، عيار 24 1291 جنيه، أما الجنيه الذهب فوصل ل 9040. الجنيه الذهب امبارح كان 9360 لكن النهارده وصل ل 9040، يعني حصل انخفاض في أسعار الذهب بعض الشيء ما عدا عيار 18.